مساء الخير عليكم، ويا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هيكون معانا تلاجة لبيكو 450 لتر 16 قدم 4 باب. ده شكلها الخارجي من بره. هنلاقي طبعا التلاجة شكلها تحفة جدا. الأماكن الصغيرة واللي حابب يكون عنده تلاجة 4 باب شكلها شيك، وبتفرق معايا موضوع الأربع باب إن لو عندي مساحة اللي قدام التلاجة صغيرة، فأنا ممكن أقدر أستغل إن فتحة الباب ممكن بفتح جزء بتديني سمك للتلاجة صغير، بحيث لو المساحة عندي ضيقة أقدر أفتح الباب بارتياحية جدا، بعكس لو الباب كله بعرض التلاجة فبياخد مني مساحة قدام باب التلاجة. ده شكلها الداخلي من جوه. هلاقي شكل التلاجة كويس قوي، مساحتها تحفة جدا، مساحات التخزين فيها كويسة قوي. طبعا التلاجة نو فروست، موتور انفرتر، فيها 3 ارفف، المساحات ما بينهم كويسة قوي، ما فيهاش اي مشكلة خالص. ومديني برضو اماكن لو عايز اغير برضو المقاسات ما بين الارفف، لكن الستاندر بتاع التلاجة المساحات دي كويسة ومناسبة جدا للحاجة اللي هحطها فيها. نيجي نبص مع بعض على كارت كفاءة الطاقة. حاليا مكتوب موديل التلاجة، طبعا استهلاكها ايه، موفرة جدا، واستهلاكها الشهري 43 كيلو وات في الساعة، 450 لتر 16 قدم. نبص مرة تانية على التلاجة من جوه. حاليها مزودة بإضاءة ليد يمين وشمال بطول التلاجة، فطبعا هتدي إضاءة كويسة جدا للتلاجة. وهلاقي مساحات التخزين فيه رف عندي، ده مساحته من جوه. دي الاكسسوارات اللي بتبقى نازله مع التلاجه، ارفف مكعبات التلج والجزء الخاص بظبط التلاجه والكتالوجات. وهلاقي فيه درجين للخضار. وطبعا بيكو عامله موضوع الإضاءة اللي موجودة جوه الدرج عشان تخلي الخضار فريش دايما، زي ما احنا شايفين هنلاقيها جوه خالص اهي. وهلاقي برضو عامل لي مستويات للتبريد اللي داخل جوه الادراج، بحيث حسب احتياجي ايه فاقدر ازود او انقص زي ما انا عايز. هنلاقي الارفف الخاصة بباب التلاجة، هنلاقي 3 أرفف. وهلاقي فيه جزئين لرف البيت. وفي 3 أرفف زيهم تاني في الجزء التاني. هنلاقي برضو مكتوب هنا بعض المعلومات عن التلاجة. السعة اللترية للتلاجة والفريزر واستهلاكها للكهرباء موديل التلاجة. وطبعا هلاقي ان التلاجة بتنزل صناعة تركي. التلاجة بصفة عامة كويسة جدا، وتعتبر من الاختيارات المفضلة جدا في الشراء. سعرها الحالي حوالي 33500. بينزل منها لونين، اللون الاسود زي اللي معانا ده، وفي منها اللون الستانلس. هنيجي نبص مع بعض على الفريزر. الفريزر طبعا بيبقى سفلي، بينزل 4 ادراج ورفين. طبعا دي بتديني ميزه ان انا اقدر اقسم التلج الاكل بصوره كويسه جدا في الفريزر زي ما انا حابب. وهلاقي فيه مروحتين للتوزيع التبريد جوه الفريزر. والدرج حجمه كويس، يعتبر غويط مش صغير. وده حجم الدرج اللي تحت، اللي تحت صغير شوية عشان في ظهره موتور التلاجة. ده شكل التلاجة مرة تانية.
طبعا زي ما قلنا، يا اللي حابب تلاجة واسعة وبشكل شيك قوي في الأماكن الضيقة، دي هتبقى من الاختيارات الموفقة جدا في الشراء. لو أنا المطبخ بتاعي ضيق وفتحة الباب هتضايقني، فده قسمة الباب بتديني ارتياحية جدا إن أنا أفتحه بطريقة مريحة وأنا بستخدمها. هنيجي نبص مع بعض على شكل الموتور. ده شكل موتور التلاجة. الموتور مكشوف، مش متغطي، عشان بعض الناس كانت تسأل هل موتور التلاجة مكشوف ولا بيبقى متغطي. لا، الموتور زي ما احنا شايفين مكشوف، مفهوش غطا عليه، ودي برضو تعتبر بالنسبة لي ميزة ان التهوية للموتور بتبقى كويسة، ان المياه اللي بتتجمع في الوعاء بتاع تجميع المياه الناتجة عن عملية النو فروست هيتبخر بطريقة سهلة جدا، فدي تعتبر ميزة مش عيب. ده نوع الماتور. طبعا هلاقي الفريون المستخدم R600A، وده يعتبر افضل انواع الفريون اللي بتستخدم في التبريد. مرة تانية ده شكل التلاجة. زي ما قلنا التلاجة 450 لتر 16 قدم، وبيكون مستغلية كل مساحة في التلاجة، فتعتبر من الاختيارات المفاجئة جدا في الشراء. ومرة تانية سعرها الحالي 33,500. دي كده كانت نبذة سريعة جدا عن التلاجة بيكو الأربع باب الكومباكت 450 لتر، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.